ها قد حط معرضنا في هذا المبنى الرمز، المبنى الشاهد على بشاعة تلك الحرب التي عصفت في لبنان العام 1975. فكرة المعرض كانت انه هن بدهم يحتفلوا بال 40 سنة تبع اللجنة، فقلنا انه حلو لمرة بدل ما نفرجي صور مفقودين واهالي المفقودين وكذا نفرجي شغل اللجنة. في لجنة لها 40 سنة عم تشتغل وعم تأرشف شو عم تشتغل وعملت كل الشغل يلي لازم تعمله لحتى هالارشيف يعني يتحافظ عليه ويقدر يتقدم بطريقة مرتبة وبطريقة العالم تقدر تستفيد منه. يعني أنا كمصممة هيدا شيء هدية لإلي، إنه حدا يجي يعطيني 40 سنة شغل ومرقمنة ومظبطة ومقرشفة وكل شيء، منه طلعت فكرة إنه لازم نقسم على مستويات المعلومات، يعني مش إنه كل معلومة هي ذات نوع المعلومة، فانقسم على ثلاث مستويات اللي حكيت عنهم وداد، اللي هي الشخصي على الأرض الرسمي. بما إنه هو الفكرة إنه يعني يتقدم كخط زمني، انقسم لمراحل كمان. يعني في فترة التأسيس يلي هي فترة الحرب، في فترة ما بعد الحرب، في فترة نحو القانون، وفي فترة ما بعد القانون. يعني هودي الأربع مراحل كبار. صور من جرايد، وراق، يعني فعلاً كل شيء كان عندهم إياه بالأرشيف، حتى في فيديوهات. فهو فعلياً بيعمل مثل حركة لما الشخص عم بيتحرك قدام البانويات الخط الزمني، وبذات الوقت من القفا لما بتشوف بس القفا كله بيعطي فعلا كانه مقبره كبيره، بتحس كانه شواهد قبور. ومن الوجه لما بتطلع هيك بتشوف كل هالوجوه، ولما بتوقف مقابلهم بيختفوا تقريبا وبترجع بتشوف بس المعلومات. الانفوجراف هن كيف بدي اقول، يعني هو كثير شفنا تفاعل معهم بمعرض السفير. شفنا كتير قديش في أساتذة جامعات وأساتذة مدارس جابوا تلاميذهم وكانوا عم بيستعملوهم لحتى يفسروا أشياء. شفنا جيل جديد وقف قدام إنفوغرافيا اللي اسمه المقابر الجامعية وقالنا ليه ما حدا خبرنا؟ لا يجوز أن نكون البلد شبه الوحيد في العالم الذي لا يبحث عن مفقودين بعد انتهاء الحرب. إنه شرط من شروط قيام الدولة.